السلام عليكم. نبلش مع اكزامبل 11 3 اللي هو الاكزامبل الطويل كثير، راح نطول احنا فيه كثير، بس بالمقابل ضروري نفهمه لانه هذا دائما بيجي باسئله سنوات، موجود في اسئله سنوات، والتصليح تصليحه فاينل انسر، على اساس انه يا بتتقنه وبتنجح بالماده يا ما بتتقنوش بالمره. طيب هذا الاكزامبل اللي امامنا، حكى لنا انه عندنا 60 هرتز باور سيستم، عندنا 20,000 ميجا وات لود، وين؟ في اريا 1، وبالمقابل في اريا 2 شو عندنا؟ 40,000 ميجا وات في اريا 2، عشان تتخيل معي حجم الباور سيستم. حكى لنا في التو ارياز 1% تشينج في اللود بيقابله 1% تشينج بالفريكونسي، شو معناته هذا الشيء؟ اعطاني دي، دي تساوي 1. برضه افترض انه اريا 1 بتستورد 1000 ميجا وات، 1 جيجا، من وين؟ من اريا 2. من وين؟ عن طريق شو بدها تستوردهم؟ عن طريق التاي لاين باور اللي بيناتهم. برضه شو كمان حكى لنا؟ السبيد ريجوليشن لكل اليونتس 5%، هو مسهل علينا المساله، 5% لكل اليونتس بكل الارياز. طيب لو حبينا انا وياكم بس نترجم الكلام اللي هو اللي حكى امامنا، احنا عندنا 2 ارياز، 2 اريا باور سيستم. اريا 1 شو فيها؟ فيها جنريشن وفيها لود. من وين جبنا معلومه الجنريشن ومن وين جبنا معلومه اللود؟ حكى لي انه اللود 20 ميجا وات 20,000، فكتبنا انه اللود 20,000. طب شو عرفنا انه الجنريشن 19,000؟ ببساطه لانه اريا 1 شو حكى لنا؟ تستورد 1000 من وين؟ من اريا 2 هو حكى لنا. فمعناته كم عجز الجنريشن في اريا 1 او الجنريشن اقل من اللود بكم؟ ب1000 ميجا وات. فواضح معنى انه اللود 20,000 والجنريشن اقل منه ب1000، لانه اكيد مجموع الجنريشن بيكون مجموع اللود، لانه احنا اللوسز ما بنهتمش فيها. طب نفس الكلام في اريا 2 شو حكى لنا؟ هو حكى لنا انه اللود كم؟ 40,000. وبما انه اريا 1 تتغذى من اريا 2 ب1000، فمعناته التاي لاين باور اللي هي ال1000 ميجا وات هي ايش؟ لود على اريا 2 وجنريشن على اريا 1. فعشان هيك التاي لاين باور كم مقدارها؟ باتجاه 2 ل 1، ف بي 1 2 كم مقدارها؟ اكيد ناقص 1000. طيب نكمل مع السؤال. حكى لنا السبيننج ريزيرف عندنا 1000 واحد 1 جيجا موزع على 4000 في اريا 1، وبرضه 1000 موزع على 10000 في اريا 2. شو المطلوب؟ بغض النظر شو المكتوب بالمطلوب، نودد كل شيء. بس قبل ما نحكي كل شيء، انتبه وانت تقرأ في السؤال، هل المطلوب لنيو فاليو ولا الديفيشن؟ يعني لو طلبت منك التغير بالفريكوانسي ممكن يطلع معك 0.1 هرتز، بس لو انا طالب لنيو فريكوانسي حتطلع 16.1. فالإجابة ضروري تركز فيها، ضروري تكون يعني مقنعني هو حله هذا بعد ما نفهمه. ابدا مش صعب، بس قديش انا بدي اقتنع انه انت متقن هذا السؤال، لازم اكون شارب معك بالتصليح. فبتمنى انه تاخذ السؤال بعين الاعتبار، بقراءه السؤال بعين الاعتبار كمان. طيب شو المطلوب؟ التغير بالفريكوانسي، التغير بالجنريشن، او النيو فريكوانسي، نيو جنريشن، نيو لود، نيو تاي لاين باور، ونضيف عليها احنا من عندنا بعد الفرع الاول اللي هو التغير بالسبيننج ريزيرف او النيو سبيننج ريزيرف. نبلش بهذا الفيديو بمعلومه مين؟ بالمطلوب الأول. المطلوب الأول حكى لنا خسرنا 1 جيجا، خسرنا 1000 ميجا وات، بس وين؟ في اريا 1. حكى لي انه صار في تغير في اريا 2، لا ما حكى لي انه في تغير في اريا 2. طيب كيف نحل السؤال؟ نحله with no supplementary controls. يعني احنا درسنا السيستم open loop، ما فيش اصلا governor، ما فيش R، وكان الفاكتور عندنا دي. بعدين دخلنا الجوفرنر بالموضوع، صفى ايش عندنا؟ دي بلس 1 على R. الآن بعد هيك طورنا أكثر، شو دخلنا معنا؟ اللي هو الانتجرال كنترولر، اللي هو الAGC، اللي هو سبليمنتري كنترول. حتى بالجولز بالتارجتس تاعت الAGC هو ايش؟ سكندري اوبجكت. طيب تمام، نبلش واحد واحد. احنا حلينا اكزامبل زي هيك قبل بفيديو سابق، واذا ذاكرين قسمناهم لأربعة ستيبس. هنا راح نقسمهم لأربعة ستيبس، بس أول 2 ستيبس راح ندمجهم مع بعض. R1 وR2 الثنتين 5%، بس كمان مرة R1 وR2 احنا بنحسبهم على شو؟ على الكرنت كاباستي، على الكرنت كاباستي.
ف R1 وR2 هيهم أمامنا حسبناهم، بس حولناهم لإيش؟ لميجا وات بير هرتز، فيعني واحد على R واحد على R. طب الأرقام اللي أجت من وين؟ واحد على 5% كلياتنا بنعرف، لأنه الريجوليشن 5%. طيب الأولاني ليش البسط 20 ميجا؟ ليش 20 ميجا؟ ببساطة لأنه الجنريشن 19، لا الجنريشن صح 19، بس شو في كمان عندنا؟ في كمان سبيننج ريزيرف كم مقداره 1000. فالكباستي مش الجنريشن، الكباستي الآن كم مقدارها؟ 20000. فعشان هيك استخدمنا كم؟ 20000 على 60 هرتز. بالمقابل في اريا 2 شو عندنا؟ عندنا جنريشن 41000، عندنا جنريشن 41000. شو في كمان؟ وعندنا سبيننج ريزيرف كم مقداره؟ برضو 1000. فككباستي كم موجود عندنا في اريا 2؟ 42000. طيب فبالتالي الار ايكوفالنت شو هي؟ او واحد على ار ايكوفالنت تطلع معناها هذا الرقم. هاي خلصنا اول ستيب، هاي كانت تو ستيبس. ليش؟ لانه حددنا الجنريشن وحددنا مين الار ايكوفالنت. الستيب الثانيه ايش بدنا نعمل؟ نروح للدي دي 1. كم قيمه دي 1؟ ببساطه دي 1 ما لها علاقه بالجنريشن، لها علاقه باللود. اريا 1 كم اللود اللي فيها؟ 20000 صح؟ طيب واريا 2 كم اللود اللي فيها؟ 40000. طب ليش اريا 1 استخدم انه اللود 19000؟ لانه الكرنت لود كم قيمته؟ احنا تنسوش شو السؤال اصلا، السؤال 1000 ميجا وات خسرناها وين في اريا 1؟ كان عندنا 20000 وخسرنا 1000، فكم ظل عندنا لود؟ 19000. اما اريا 2 ما خسرناش فيها شيء، ظلت 40000 لانه اللود ما تغيرش. طيب هيك حسبنا دي ايكوفالنت، جمعنا دي 1 زائد دي 2. هاي ستيب 2. شو الستيب الثالثه؟ ببساطه نحسب الجواب بس. الان الستيب الثالثه شو عندنا؟ التغير بالفريكوانسي ناقص التغير بالباور على الكومبوزيت فاكتور. فعندنا كم تغير بالفريكوانسي؟ مقداره 0.05 تقريبا، 0.05 هرتز. طيب نكمل، لسه ما خلصنا. شو حكى لنا السؤال؟ اوجد كل شيء. النيو فريكوانسي، النيو فريكوانسي كم راح تطلع؟ 60.05 تقريبا، ممنوع تقرب بالامتحان. طيب احنا اول معلومه عندنا اعطانا عشان راح نحتاجها كمان شوي. اول شيء الفريكوانسي سنسيتيف لود كم التغير فيه؟ هو دي دلتا اف. فهي حسبناه لاريا 1 وحسبناه لاريا 2. هذول دامبنج لودز، دامبنج لودز اللود نزل فظهر كانه ارتفع شوي. طب اللود تغير وين؟ في اريا 2، في اريا 1. طب ليش يتغير اللود في اريا 2؟ ببساطه لانه ما فيش سبليمنتري كنترول، الفريكوانسي تاعت الباور سيستم واحده، فعشان هيك اجباري شو بده يصير عندنا؟ تتغير الفريكوانسي في الباور سيستم. ما دام تغيرت الفريكوانسي اجباري تغير بالفريكوانسي اضربه بفاكتور اللي هو دي، بصفي عندي تغير باللود. طيب فالنقطه الثانيه تغير بالجوفرنينج باور او الجنريشن باور اللي هو على الدروب كاركترستيك، حسبناه للاريا الاولى وحسبناه للاريا الثانيه لانه الفريكوانسي معنا. طيب بعد هيك ملخص كلامنا كلياته، الاريا 1 كم لنيو جنريشن لنيو لود النيو تاي لاين باور كلياته بدنا نحسبه الان. اول شيء اريا 1 كان زمان عندنا 20000 لود، خسرنا 1000 من السؤال. طب هاي ال 1000 خسرناها كامله؟ لكن لما قلنا التغير باللود والافكتيف او النت لود تشينج عندنا زياده كم كمان بسبب الدامبنج لود، زاد اللود كم؟ 14 و63. فصفى معنا النت لود 19000 وشوي. طيب نفس الشيء جنريشن، الجنريشن انخفض، هو طبيعي الجنريشن انخفض. كم انخفض الجنريشن في اريا 1 بحكم الجوفرنر اللي في اريا 1؟ كم مقدار التغير؟ نزل الجنريشن تقريبا 308 صح؟ طب نتذكر احنا وين كان اللود تشينج؟ في اريا 1. طب كم تغير الجنريشن في اريا 1؟ 308. وبقيه التغير بالجنريشن تقريبا كلياته من اريا 2، فعشان هيك without supplementary control كل الجنريترز اللي معهم اي جي سي شو بدهم يستجيبوا للايرور او الديستربنس اللي صار عندنا. طيب بالمقابل اريا 2 شو اللي راح يصير عندنا باريا 2؟ نفس الكلام، راح يتغير اللود وراح يتغير الجنريشن. طب السؤال الان، طب كيف بدي احسب النيو تاي لاين باور؟ ببساطه شو التاي لاين باور؟ مقدار العجز بالجنريشن او الزياده بالجنريشن. احنا اريا 1 كم عندنا جنريشن؟ 18692. وكم عندنا لود؟ 19000 وشوي. اطرحهم من بعض شو راح يطلع الجواب؟ 322.
نفس الكلام لو أنت حكيت عن Area 2 عندك زيادة Generation 40,353 وعندك Load 40,030، هذا الفرق اللي بيناتهم. والنيو فريكوانسي كم مقدارها؟ 60.05. السؤال يعني زاد اللود او سوري قل اللود 1000، هل زاد هل قل الجنريشن 1000؟ لا ما قلش 1000. ليش؟ بترك لكم اياه ويعطيكم الف عافيه.